رح نروح لأولى محطاتنا لليوم، ويمكن بمجرد ما ندخل أبواب الجامعة نحو التخصص الأكاديمي اللي بنرغبه وبيصبح الهاجس أمامنا هو كيف ممكن نهيئ نفسنا ونمتلك المهارات المناسبة لحتى نكون مهيئين بعد الخروج من الجامعة لسوق العمل. أسئلة كتير بدور ببال كل طالب أمام سنواته الجامعية وبحثه عن التأهل. طبعا سلمى، بمجرد البحث عن فرص العمل، وهذا الشيء يمكن شفناه عند قسم كتير كبير من الشباب، وللأسف كان في إحباط ببعض الأماكن، بنشوف دائما الطلب إنه في خبرة. طيب إذا ما اشتغلنا منين حتجي الخبرة؟ والشرط الأساسي للعمل هو كمان وجود الخبرة، أكيد. وهي الدائرة يلي مثل ما بنقول يمكن بيلف فيها أغلب الشباب، لكن إدارة الموارد البشرية طبعا تنبهت لهذا الموضوع بشكل كتير كبير، وطبعا بالتشبيك مع عدد من الجهات و القطاعات الهامة وبمختلف المجالات. طبعا كان الهدف الأول هو تقديم فرص تدريب لتنمية الطاقات والموارد البشرية وإدارتها، لحتى نحكي بالتفصيل وكيفية الاستفادة من هي الفرص بالنسبة للشباب الجامعي. راح يخبرنا عنها الدكتور منير عباس، رئيس جمعية إدارة الموارد البشرية، ومرهف حفو، طالب في هندسة الاتصالات والمعلومات. يا صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لكم. صباح الخير مرهف، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا دكتور منير. رح نبلش مع حضرتك، يعني مثل ما حكينا اليوم خليني اقول مسار الحديث هو رح نحكي عن التدريب وفرص العمل والتأهيل. طيب بشكل عام، من خلال متابعتك لجهود متعدده بهذا المجال وقيامك بتدريب كوادر متعدده ومن فئات، خلينا نقول كيف ممكن اليوم طلاب الجامعه يكونوا مؤهلين وعندهم فرصه للعمل وهن ما زالوا عم يخضعوا لفتره الدراسه الجامعيه؟ تمام. خلينا اول شيء بس نحكي للمشاهدين، الجمعيه هي جمعيه اداره موارد بشريه، هي جمعيه اهليه مرخصه من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. نعم. عملها تطوعي مجاني بحت. فنحن هلا في حاجه دائما بالسوق هو نقطه الوصل والجسر بين سوق العمل وبين المؤسسات الاكاديميه. نحن كجمعيه اختصاصنا هو التوظيف والتدريب والتطوير، اخذنا هي المسؤوليه على عاتقنا من 2007 لهلا لل 2021، 14 سنه الحمد لله ما وقفنا ولا يوم. في برنامج ممول هلا نحن كلياتنا مع عده جهات، مشكور كل القطاع الخاص اللي عم يمول المجتمع الاهلي، ما بدي اذكر حدا مشان ما يقولوا عم يعمل اعلان له، مشكورين الجهات يعني منظمه دوليه كمان اليو ان دي بي، دعمت برنامج عنا وتبنته هو اسمه الجيتس البوابات، يقوم على مبدا التدريب داخل الشركات. كانت الفكره من انه عملنا استبيان بسيط بسوق العمل، لقينا انه اكثريه العاطلين عن العمل بالمساحه اللي عملنا فيها الاستبيان هي الخريجين الجدد. للاسف هي دائما هي السؤال انه وين نقطه البدايه؟ بدك خبره، انا ما عندي خبره، طب انا كيف بدي اكون جوات هالشركه؟ لقينا الفجوه هي انه كيفيه دخول هؤلاء الخريجين الجدد الى داخل الشركه من الداخل، ليس عن طريق ستاج، عن طريق عمل حقيقي بغلاف التدريب. فنحن انتقلنا فيه من ساعات تدريب الى ايام تدريب حقيقيه، بفوت الواحد بداخل برنامج الانترنشيب من شهر لاربع شهور. نحن بنمول نهايه كل شهر بمبلغ مكافاه يدفع من البرنامج مشان يغطي المواصلات، اي شيء ثاني مستلزمات، بحيث انه ما يحس المتدرب انه هالتدريب عبء عليه اذا كان في مواصلات بعيده عنه. فهالشيء حليناه ماديا، الشركه ما عليها ولا عبء مادي ابدا، الشركه مطلوب منها تنقل معلومه حقيقيه من جو عمل حقيقي داخل الشركه، وهذا نجح جدا. صرنا مبلشين من البرنامج من شهر 6 حقيقه لهلا، وعندنا تجارب نجاح، واكيد تجربه النجاح هي مع الطالب مرهف اللي هو هلا على ابواب التخرج حيحكي عن تجربته معكم. فلذلك احنا في عندنا تضافر جهود، اذا بقول لك انه هذا جهدنا لوحدنا بكون عم باخذ من حق بقيه الشركاء. نحن تضافر مجتمع كامل، قطاع خاص مع قطاع عام حتى اللي هو وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل اعطتنا هالتسهيل هذا كلياته، مع منظمات دوليه كلياتها تضافرت جهود لحتى تطلع منتج هو خريج متدرب مؤهل لفرصه عمل حقيقيه. ما في اجمل من هذا الحكي يا دكتور، خاصه عم نتوجه لشريحه الطلاب الجامعيين يلي نحن يمكن كنا على احتكاك مع هي الشريحه يلي فينا نقول عانت كثير بالدخول لفرص العمل، وكانت المعاناه الاولى بالخبره المطلوبه دائما، ومثل ما قال الدكتور عم نشوف كنا شريحه معينه هي عاطله عن العمل للاسف. تجربه مرهف، خبرنا اول شيء شو اختصاصك، شو مجالك، كيف كان التدريب، شو قدم لك؟ اختصاصي هو اتصالات ومعلومات بجامعة اليرموك. طبعا هو الاختصاص ك
كتير كبير، بس إذا عكسناه على سوق العمل فكتير قليل الشواغر الموجودة فيه. بنهاية الفصل الدراسي الثاني كان كتير انتشر على مواقع السوشيال ميديا الفرصة التدريب أو فرص التدريب اللي كانت، ومن بيناتها كانت في أكثر من فرصة بمجال الشبكات والاتصالات. قدمنا عن طريق الموقع اللي هو الجوب جيت، بعد فترة تواصلوا معنا الشركة اللي هي MTN وعملوا معنا مقابلة صغيرة وخبرونا على البرنامج التدريبي امتى بيبدا. كان عباره عن شهر هو البرنامج التدريبي ضمن اقسام الشركه نفسها. خلونا نشوف كل شيء اقسام بتخص الاختصاص تبعنا، وكان في يعني شفنا شلون بيشتغلوا على ارض الواقع، يعني شفنا التجهيزات الحقيقيه، شفنا التولز والواجهات اللي هن بيتعاملوا معها، المشاكل اليوميه اللي بيشوفوها. وكان هذا الحكي عن طريق دوام كامل، يعني داومنا دوام كامل معنا للموظفين. هذا الكلام بالسنة الرابعة أو الثالثة؟ لا، خلال هلأ هذا الصيف. أنا حاليا سنة خامسة خريج آخر فصل بقيان، فهي سنوات أخيرة المعلومات تقريبا كلها مارقة علينا. يعني كان هذا الشيء بيسهل أنه نحن نشوف كل شيء ضمن الشركة. خلال الشهر فتنا على كل الأقسام، شفنا شو الفرق بين الشيء اللي شايفينه بالجامعة والشيء اللي موجود على أرض الواقع. وهذا اهم شيء، انه الواحد كسر هالشيء اللي موجود، انه شو الفرق بين المعادله اللي موجوده بالكتاب والشيء اللي على ارض الواقع بتشوفه. اكيد يعني هذا الشيء كثير مهم، ويمكن في كثير شباب بيفتقدوا لهذا الموضوع، بيضطروا انه هن يروحوا ياهلوا نفسهم على حسابهم الشخصي. ونحن اليوم عم نحكي عن دورات مجانيه تقريبا شبه مجانيه يعني بكثير من الاوقات. خلينا نحكي دكتور منير عن اليه التشبيك. يعني هلا مرهف السنة الخامسة تقريبا، أنو السنوات اللي أنتوا عم تاخذوا؟ فقط السنوات الأخيرة سنة التخرج اللي عم تاخذوا فيها الطلاب، ولا لا في نظام معين، برنامج معين حسب التخصص، حسب الجامعة، حسب الشركة؟ مشكور على السؤال، لأنه السؤال مجاوب نص الجواب بدي أحكي. نحن مستهدفين بهذا البرنامج السنوات الأخيرة اللي هي رابعة، بنفضل أول خريج، لأنه في خريج قاعد ببيته ما عم يلاقي فرصة عمل. هذا له الأولوية. مستهدفين كل الاختصاصات، عندنا حقوقيين، عندنا إعلام، عندنا أدب إنجليزي، عندنا فرص سكرتارية، عندنا فرص مهندسين، عندنا فرص أطباء، كل شيء موجود عندنا. نحن يقوم البرنامج على أنه تيجي الشركة أو الجهة أو المنظمة بدها فرص توظيف حقيقية، ولكن خايفة توظف هذا الشخص، بدها تفوت من باب التدريب. نحن من إلا المانك ملزمة أنتي أبدا بهذا الشخص، حيفوت عندك خريج جديد أو الشخص اللي بدك إياه حسب التوصيف الوظيفي اللي حطيناه. نحن نعلن عن الفرصة الوظيفية بشقين. أنا بتمنى أنه اليوم أنه كتير يعرفوا المشاهدين فرصة الدخول اللي هي عن طريق موقع التوظيف المجاني للجمعية jobgate.sy. هو منصة توظيف مجانية وتدريب مجاني، حتى بيعاصر فترة الكوفيد 19 في عنا كتير تدريب مجاني أونلاين عم يتم من ناس متطوعين، ما عم ناخد ما في أي شيء فيز أو كلف عليهم. فبيقدم المتدرب بيفوت على موقع jobgate.sy، عم يظهر على الشاشة وحضرتك عم تحكي، بيكبس على أيقونة اسمها فرص التدريب، بفوت على فرص التدريب بيلاقي عالم من فرص التدريب، كل واحدة تنتمي لشركة من الشركات، هو حسب اختصاصه بيختار. مجرد خلينا نقول بعالم الاتصالات، تجربة مرهف فات وحط عالم الاتصالات، فات شاف فرصة بـ MTN مثلا، قدم عليها، قالوا له بني بروفايلك، بيبني بروفايله، بيحط شو هي السي في تبعته على الموقع، وفات يقدم. فيك تقدمي على 10 فرص تدريبية، 20 30، لأنك حتخضعي لك الفائدة تبع البرنامج، حتى لو ما فتي على فرصة تدريب، فتي على فرصة مقابلة عمل حقيقية، كسرتي هذا الجليد اللي بينك الخوف بين الطالب وبين سوق العمل. أنا كثير بقول لهم حتى لو الفرصة ما صارت لكم، أنتوا أخذتوا أول خطوة لكم أنه انكسر الجليد اللي بيخاف منه الطالب، أنا شو بدي أعمل على المقابلة. غير هيك البرنامج اللي احنا بنعطي دورات تدريبية مهارات دخول لسوق العمل، من دربك كيف تجتازي مقابلة العمل، بنفس الوقت عم ننسق مع الشركات من الداخل، بيعطونا ريبورت شهري عن الأشخاص، كم واحد تدرب وكم واحد دخل لفرصة حقيقية. مثلا من دفعة مرهف في عندنا احنا اكثر من 83 واحد لهلا اتوظف منهم 6، وفي 8 بدهم يوظفوهم هلا. فاذا بتاخذي نسبه وتناسب على الاقل، حققنا من 10 ل 12% من المتدربين فاتوا على سوق العمل بفرص حقيقيه. ما حست حال الشركه ابدا ملزمه فيهم، اخذتهم باختيارها. الشخص نفسه المتدرب كان عنده عبء انه انا بدي اوقع عقد عمل، طب بركي مو هي الشركه اللي انا بدي اياها، فهن فاتوا على تعرفوا على بعض من باب التدريب، وهذا الشيء اللي احنا مفتقدينه بجامعاتنا. انا بتمنى على الجامعات يكون في عندهم اقسام اسمها ارشاد مهني،
انه تكون عم تربط مع المنظمات اللي بدها فرص تدريبيه. وحاعطيكي شغله كثير حلوه، انه حتى القطاع العام حكيت مع عده جهات بدهم يستفيدوا من البرنامج، وبدهم متدربين داخل بعض الشواغر الموجوده عندهم لحتى يشوفوا كيف يمكن هلا هي الفتره كان في يعني خلينا نقول دورات انعملت او ورشات انعملت عينك على اختصاصك للامانه السوريه للتنميه بالشراكه مع عدد من الجهات تماما اللي عملوا شيء له علاقه كمان بانه كل طالب بده يدخل السنه الاولى شو فيها وشو عنده مواد بتصب بنفس الشيء اللي حضرتك عم تحكي. طبعا احنا قبل ما يختاروا اختصاصاتهم بالمفاضلات رحنا وعملنا ورشات توعيه، انه قبل ما تفوت على الهندسه هي الهندسه بس تتخرج، قبل ما تفوت على الاداره هي فرص الاداره بس تتخرج. هو عباره عن ربط بين سوق عمل حقيقي وبين المؤسسات الاكاديميه. طبعا نحن بنقول لهم انه حتى بيقدروا يدخلوا يبعثوا سيفياتهم عن طريق مركز تمكين الشباب اللي هو تابع لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، كمان هو ممول من اليو ان دي بي بالشراكه مع الوزاره، فبتجي للشركه سيفيات من طرفين، اما بشكل مباشر عن طريق الشركه، لانه نحن بس تفوتي على الموقع بيسالك انت شركه ولا متقدمه للعمل، اذا كنتي شركه بتبني بروفايل شركه وبتصيري ترفعي الفرص التدريب والتوظيف تبعتك مجانا، فبيجي المتدرب اللي هو المهتم بيكبس على الايقونه وبيفوت بيتقدم على الفرصه التدريبيه. فالشركات عندنا الحمد لله يعني اكثر من 63 كبرى الشركات في سوريا مشتركين بالبرنامج، ما في ولا شركه او بنك او منظمه او مؤسسه تامين الا بتلاقيهم عندنا، وحتى بعض الشركات اللي هي تعاونية بين قطاع عام وقطاع خاص بلشت تشترك معنا، لأنه الهدف هو دخول المتدرب أو الخريج لسوق العمل، والاثنين بدهم بعضهم، بس الاثنين ما عندهم موقع لقاء في ثقة كتير عالية. فلذلك هون من الجانب المادي كلياته فحطينا لحنا الغرض الاجتماعي، وأنا بقول أنه هذا الدور ما ممكن يلعبه غير المجتمع الأهلي أكيد. يعني حتى يقدر ياخذ ثقة الطرفين أكيد. طبعاً نرجع لك مهرهف بتجربتك كيف كانت بمجال التدريب، شو الشيء يمكن يلي قدم لك يا هذا التدريب ما كنت مفكر أنك أنت ممكن تحصل عليه، وكيف بتلاقي حالك بعد هذا التدريب؟ ممكن تنتسب إلى الشركة، ممكن تكون وظيفتك أو فرصة العمل اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي هي فعلاً جاهزة؟ هي بصراحة جاهزة يعني، وتقدمت للمقابلات ضمن الشركة، وحاليا يعني بفتره بدايه التوظيف بعد التدريب اللي صار. هلا خلال فتره التدريب الشيء اللي صار انه نحن شفنا حالنا ضمن اقسام الشركه، حكت الانسه انه نحن كان في كثير كورسات تدريبيه، هي الكورسات التدريبيه يعني ما بتفرجي الواقع الحقيقي للي موجود بالشركات، اما فرص التدريب بما انه هي ضمن مكاتب الشركه وعم بشوف الواحد امثله واقعيه قدامه، فهذا اكيد بيصير عنده نظره انه شو الشيء اللي مستنيه، وهذا الشيء ما شايفه ابدا لا ضمن دراسته ولا ضمن الكورسات اللي خضع لها. بس لما فات على قلب الشركه خلص عرف شلون اليه العمل، شو الشيء اللي اذا كان هو ناقصه شيء ممكن لحاله يتلافاه او يكمله. خلال فتره التدريب تقابلنا مع مدراء الاقسام والموظفين، شفنا كل شيء عم يشتغلوا، التاسكات اليوميه، البروبلم اللي بتصير معهم، حتى بعض الأقسام يعني خلونا أنه نحن بإيدنا نشتغل ونشوف كثير شغلات. بعد نهاية الفترة التدريبية يعني نحن طبعا كنا شوي متخوفين من موضوع أنه يقدم على مقابلة وأنا ما عندي خبرة، هون هن شافوا يعني أنه بالأماكن اللي ناقص فيهم حدا وتواصلوا معنا. طبعا أول ما فتنا على المقابلة واحد فايت على قسم صار له شهر عم بيشوفه، يعني بيعرف العالم اللي موجودة فيه، مو مثل أول مرة يعني فايت على حتى الشخص اللي عملنا معه المقابلة كان مدربنا يعني قاعدين معه فترة منيحة، فكانت يعني ما في هالرهبة من المقابلة أكيد أكثر. طبعا هذا الشيء قليل لحتى ينوجد إنه الواحد يفوت على مقابلة على مكان معروف، وهذا اللي صار يعني أكيد. نتمنى لكم كل التوفيق أكيد، ونتمنى إن شاء الله نشوفك بمكان لسه أفضل وأفضل تحقق كل أمانيك. بدنا نشكرك كثير ونشكرك دكتور منير على كل الجهود اللي عم تعملوها. شكرا لك، وإن شاء الله بنتمنى المشاهدين يتابعوا جاب جدة إسواي. في عنا حنفتتح مركز تدريب تبعنا كمان يوم السبت إن شاء الله بكورس يعني نوعي جدا ببناء مهنة حقيقية، بتمنى المتابعة كلها على مواقع التواصل أكيد لكل الشباب المهتمين. طبعاً حطينا الموقع على الشاشة، ونتمنى أكيد يضل هذا الدعم يستمر ويزيد من قبل يمكن مو هذا العدد من الشركات، كل الشركات السورية. وبدي أتشكرك كمان مرهف دكتور منير عباس، نورت صباحنا. شكراً لكم.